سبحان من ذكره شرف للذاكرين، سبحان من شكره فوز للشاكرين، سبحان من حمده عز للحامدين، وطاعته نجاة للمطيعين، سبحانه تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، سبحان ذي الجود والنعم، سبحان ذي الفضل والكرم، سبحانه على فقهر وملك فقدر، سبحانه عبد فشكر وعصي فغفر، سبحان من لا يعلم الغيب إلا هو ولا يصرف السوء إلا هو ولا يغفر الذنب إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو ولا يبسط الرزق إلا هو إلهنا يا معين الضعفاء يا ناصر الأولياء يا رافع السماء يا كنز الفقراء يا حبيب الأتقياء إلهنا أنت النور في الليلة المظلمة وأنت المفزع في المصيبة المدلهمة وأنت المنادى عند كل ملمة إلهنا وقف السؤال ببابك ولاذ المذنبون بجنابك واشتاق العابدون إلى مشاهدة جمالك إلهنا إلهنا ردنا إلى أبواب معرفتك واهد قلوبنا بأنوار رأفتك وأدخلنا جميعا في ظل رحمتك وأذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك إلهنا ما أشد حالنا وأعظم خطرنا فاغفر لنا واجعل طاعتك همتنا ولا تعرض بوجهك الكريم عنا ولا تفضحنا بسرائرنا إلهنا كيف نعتذر إليك كيف نعتذر إليك إذا ختمت على أفواهنا ونطقت جوارحنا بكل الذي كان منا إلهنا وقفنا ببابك سائلين وقفنا ببابك سائلين ولمعروفك متعرضين إلهنا إلهنا انقضت أيامنا وبقيت آثامنا وبقيت آثامنا وانقضت شهواتنا وبقيت تبعاتنا إلهنا وقفنا بين يديك بذنوب لا يحصيها إلا أنت بذنوب لا يحصيها إلا أنت بذنوب لا يحصيها إلا أنت إلهنا 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 أين يذهب الفقير إلا إلى الغني أين يذهب الفقير إلا إلى الغني أين يذهب الذليل إلا إلى العزيز أين يذهب الضعيف إلا إلى القوي إلهنا إلهنا أيؤمن غيرك والأمور كلها بيدك أيؤمن غيرك والأمور كلها بيدك أيطرق باب العبيد وأبوابك مشرعة أيرجى غيرك وخزائنك ملأ أيرجى غيرك أيرجى غيرك وخزائنك ملأ إلهنا إن لم نعد
بقدرتك فبمن نعود، وإن لم نلذ بقدرتك فبمن نلوذ. إلهنا خيرك علينا نازل، وشرنا إليك صاعد. إلهنا كم من ملك كريم قد صعد إليك منا بعمل قبيح، وأنت مع غناك عنا تتحبب إلينا، تتحبب إلينا، تتحبب إلينا بالنعم. إلهنا إلهنا من علينا بأعظم طلب، من علينا أشرف طلب، واجعلنا ممن يناديك غدا. ربنا أرنا وجهك ننظر إليه. لا يعجبك شيء، لا يعجبك شيء. إلهنا نعوذ بك أن نحجب عنك في ساعة نحن فيها أحوج إليك. إلهنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان، وشرفتنا بالصيام والقيام. إلهنا لا تجعل هذا العهد هو آخر العهد برمضان. إلهنا أعد علينا، أعد علينا رمضان أعواما عديدة، أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صلاح وثبات واستقامة وافية، واستقامة وافية. إلهنا لا ندري، لا ندري هل بعد هذا الصيام صيام، لا ندري هل بعد هذا القيام قيام، لا ندري هل بعد هذا المقام مقام، أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء، أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء. إلهنا من المقبول فنهني، ومن المطرود فنعزي. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة هناء لا عزاء. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. إلهنا إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإنا على فراق رمضان لمحزونون، لمحزونون. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك، نسألك يا ربنا، يا ربنا إلهنا، من لا يشكر الناس لا يشكرك، من لا يشكر الناس لا يشكرك. نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة، من كان سببا في جمعنا هذا، من بنى هذا المسجد وكان سببا في اجتماعنا وصلاتنا وركوعنا وقيامنا ودعائنا، اللهم إنه أكرمنا وهو غائب عنا في القبر، فنسألك يا ربنا اللهم املأ قبره رضا. سبحان ربك رب العزة.